حياكم الله، معكم بسام سعد الدين. انا اليوم موجود عند اعمار عشان نشوف طرحهم الجديد او البنايه الجديده اللي حيطرحوها بالاميرتس ليفنج، اسمها جولف هايتس. في دراسه لشركه كي بي ام جي بتحكي انه العقارات الموجوده باطلالات على ملاعب الجولف عندها احتماليه انه يرتفع السعر اكثر من العقارات الثانيه بنسبه 20%، وهي واحده من الاشياء اللي بتميز المشروع، زائد انه المنطقه اللي حواليها منطقه يعني جاهزه بالكامل، جاهزة من أكثر من 10 سنين أو 15 سنة بالمرافق كاملة بالمولات ومدارس. وطبعا كمان شغلة مهمة، الإطلالات تبعتها حتكون إطلالات مباشرة على ملعب الجولف. وهون عندنا المشروع جولف هايتس بالإميرتس ليفينج، طبعا هو عبارة عن 44 طابق، وهون عندنا 5 بوديوم. أهم شيء فيه الإطلالات، طبعاً الإطلالة الأمامية بتكون على ملعب الجولف بهذا الاتجاه، وعندنا كمان ملعب جولف تاني حيكون بهذا الاتجاه. وطبعاً المنطقة قريبة عليها تقريباً 9 مدارس وفي مولات بتخدم المجمع أو المجمعات، يعني لأنه هي منطقة أصلاً جاهزة بالإميرتس ليفينج. طبعاً زي الناس اللي بتعرف بدبي موجود هون، في عندنا السبرينجز والميدوز والإميرت هيلز اللي موجود فيها المانشنز الكبيرة الكتير معروف بدبي، وهون كمان هنا حيكون عندهم إطلالات كمان على نفس ملعب الجولف هون والملعب الجولف الثاني الموجود على هاي الجهة. وعندنا هون بنشوف الخدمات الموجودة بالمشروع، طبعا هون عندنا الجيم، حمام السباحة على الأطفال، حمام السباحة الموجود بالبناية، طبعا إطلالة بتكون على ملعب الجولف، وهون منطقة لعب الأطفال. طبعا الإطلالات الأمامية لازم تكون للثلاثة والأربع غرف موجودين، طبعا الأربع غرف موجودين فوق، أسعارهم بتبدأ من 5,400,000، والثلاث غرف بتبدأ أسعارها من 3,100,000، الغرفتين من 1,900,000، والغرفة وصالة من 1,300,000. سعر كتير مناسب بهالمنطقة، لأنه عنا نحن على هالجهة كمان عنا الجرينز تبعت إعمار، مشروع قديم كتير لإعمار تقريبا عمره 20 سنة. خطة الدفع تاعت المشروع 80% خلال مرحلة البناء و 20% على التسليم يلي حيكون بشهر ديسمبر 2026. وعشان نعرف موقع المشروع بشكل أفضل، المشروع موجود بهالأرض هون موجودة جنب الجرينز، فالإطلالة الأمامية حتكون على ملعب الجولف والإطلالة بهذا الاتجاه كمان على ملعب الجولف. نحن موجودين على شارع الخيل الأول هون موجود، وهون عندنا شارع الخيل طبعا اللي بخدنا على الداون تاون، ومن هون عندنا شارع الشيخ زايد والشارع الأساسي بدبي، كمان من هالاتجاه بخدنا على الداون تاون تقريبا بدنا شي ربع ساعة، وللمطار تقريبا نص ساعة. وبالنهاية المهتم بالمشروع ممكن يتواصل معي. كان معكم بسام سعد الدين.